بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا القناه اصحابي، يا ريت ما تنسوش بدعمنا بالفيديو واللايكات والسبسكرايب للقناه طبعا لو انتم ما اشتركتوش، واي اراء واي كومنتات طبعا اصحابي هننتظرها تحت الفيديو. كنت سويت لكم قبل كده فيديو تحميسي لمشترياتي من محلات دانلوب اللي فتح عندي فرع جديد في صلاله، فكنت يومها تعبانه صراحه ما قدرتش اصور الاغراض، بس قلت احمسكم كده واديكم فكره عن الاغراض اللي اشتريتها. النهارده بقى نستعرض مع بعض الاغراض، يا رب ان شاء الله ذوقي يعجبكم، وحتى العرايس وكده هتنفعهم الحاجات هذه، يعني الناس اللي غاويه للعرايس. هذا ست زي ما انتم شايفين اهو، ست اكواب شاي، خلينا نفتحه ونشوف مع بعض اهو اصحابي. هذه اكواب الشاي، شايفين حاجة كده صراحة ملكية، يعني اهو هذا الطبق اهو، وهنا الكوب معاه نفس الستاند، وطبعا معاه الملاعق، مالها ست ملاعق برضو نفس الديزاين، ومعاهم اصحابي اهي شايفين اهي. وهذا الطبق شكله يعني ما شاء الله رهيب رهيب اهو. وعندي هنا اصحابي هذه السكرية اهي، نفس ال شايفين هذا الستاند بتاعها، نفس الشغل اللي على الاكواب، شكلها تحفة صراحة اهي. هتبقى كده، والغطا بتاعها اهو هتبقى هي كده السكرية بتاعتها، نفس الطقم ونفس الاستراس، شكلها تحفة صراحة. وطبعا هذا هو اصحابي الطقم، ست اكواب شاهي معاهم زي ما شفنا الستاند. هذا كان بتلاتين ريال عماني، تلاتين ريال عماني. طبعا لو حد اول مرة شفنا، الريال العماني بيساوي تلاتة دولار الا ربع، واحد ريال يساوي تلاتة دولار الا ربع. عشرة الريال العماني يساوي الريال الواحد يساوي عشرة ريال سعودي، بالمصري تقريبا في حدود خمسين جنيه تقريبا، يعني 30 ريال عماني يعني تقريبا حوالي، يعني حوالي كام تقريبا، 80 دولار تقريبا، يعني 80 دولار او 75 دولار تقريبا. كل واحد بقى يحسبها حسب الـ البلد بتاعته كده يعني. بس هو صراحة طقم ملكي، يعني طقم ملكي بمعنى كلمة طقم ملكي. فهذا هو الطقم، خلينا نكمل بقية المشتريات ان شاء الله. يا رب يا ريت كمان في الكومنتات لو سمحتوا ما تنسوش تقولوا لي رأيكم ايه، يعني هل هو غالي؟ كل واحد يدينا رأيه ويقول لنا الاسعار عاملة ايه. اوكي، فهذا هو الطقم من الدنلوب، خلينا نكمل بقية المشتريات مع بعض. وهذه اصحابي الصينية، نفس الصينية اللي هنحط عليها كاسات الشاي، بس طبعا هي بتتباع منفصلة لحالها، يعني مش مع الشاي، مش مع الكاسات، يعني الكاسات ليها سعر لوحده، والصينية يعني حسيت هناك في المحل ان ما ينفعش تجيب ما ينفعش تجيبي كاسات الشاي وتحطيهم على صينية يعني اي عادية كده او ستانلس ستيل، لازم صراحة تجيبي لها الصينية بتاعتها اللي هم حاطينها عليها، لانها شكلها تحفة خالص، لان اي صينية هيتحط عليها الكاسات هيظلم الكاسات صراحة. فهذه هي الصينية، الصينية هذه اصحابي ب 13 ريال، 13 ريال. خلينا نكمل بقية المشتريات. اصحابي الصينية مثل ما انتم شايفين في الصورة، هي معاها اليدات اهي، شايفين اليدات اهي متركبة تحت ورا، بتتفك بقى وتتركب في الصينية، فانا حبيت ارويكم ان النفس فيها اليدات اهي. خلينا والحين اصحابي هنشوف الحافظة ملة الاكل، هي سعرها غالي شوية، 39 دولار، 39 ريال عماني، يعني تقريبا حوالي حوالي 100 دولار تقريبا يعني. فهذه شكلها اهو، بس عشان ما تعكسي الصورة اهو، هذا طبعا الغطاء ذهبي، وطبعا هذه الحافظة من داخل اهي، وهنا هذا الديزاين بتاعها، تقيلة وخامتها ممتازة، هي شكلها رهيب وتحفة. طبعا هبعد لكم من بعد كده عشان تشوفوها اهي، ومعاها الكفر مالها. وهذا طبعا اصحابي ستاند مال القهوة اللي بتحط فيه فناجين القهوة، هذا كان سعره 12 ريال برضو. ما هو الطقم انا جبت بقى الطقم كامل، الصينية بتاع الشاهي
مع الكاسات مال الشاهي مع الستاند هذا مع الفناجين القهوه، وانا عندي فناجين قهوه اصلا القهوه العربي فيها ذهبي يعني، فما حبيتش اجيب الفناجيل بتاعتهم لان حرام يعني. اولا كده كده انت هتحطيها داخل الستاند مش هيبان يعني ان هي نفس الديزاين قوي يعني، بس هي فيها ابيض في ذهبي فهتمشي معاها، فقلت حرام يعني ان انا اشتري كاسات القهوه وانا عندي كاسات القهوه. فخلينا نشوف الستاند بقى بتاع الحلويات. والحين اصحابي هذا الستاند مال الحلويات او المكسرات، هذا برضو جبته من عندهم، انا فكيته وركبته، هو ثلاثة اهو، هذا الطبق والغطا مالي، وهنا في طبق وهنا في طبق، ثلاثة اطباق ومعاهم الحامل بتاعهم بالستاند. هذا كان ب15 ريال نفس ما انتم شايفينه في الصورة كده اهو. والحين اصحابي هذه كانت كل مشترياتنا من محلات دانلوب، يا رب يكون ذوقنا عجبكم. وطبعا هي يعني انا بعتقد كل عروسه بتجهز هتنفعها جدا، انها حتى يعني مش لازم تقتني كل الاشياء اللي انا جبتها، على الاقل حتى قطعه واحده من يعني كل واحد طبعا حسب امكانياته. يا ريت، ما هي طبعا مشتريات شكلها ملكي صراحه وفخم كده، حتى يعني مش للضيوف لاهل البيت، حتى الواحد يدلع نفسه يعني. يا رب المشتريات تكون عجبتكم، ما تنسوناش في الشير واللايك للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، والسلام عليكم ورحمة الله.